السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا سخانة ليزرية ساونا. بنحط البريق على السخانة وبنشغل، بيشتغل الألفين وبيسخن لحظة وبيطلع اي واحد. هذا العطل اي واحد، يعني هو حسب الكتالوجات والنزل انه الاي واحد ضعف شبكة، ضعف كهرباء التغذية ما عم تجي، يعني هذا العطل هاي. بس الاي واحد بيشمل كتير شغلات. على كل حال، هو مع مرور الزمن بيبين معنا الاعطال. كل مرة نطلع عطل ونحن والشباب ان شاء الله وباذن الله تنكشف هالاعطال دائما. طبعا انا صار لي يمكن 4 اشهر عم اصلح السخانات، يعني ما صار لي كثير. يعني السخانات الليزرية ما كانت يستعملوا عندنا، ما كان في كهرباء اصلا. يعني هالفتره كهرباء تحسنت، صار يستخدموا السخانات الليزرية، ولا ما حدا كان يستخدم السخانة الليزرية. المهم هلا كل مره بيصير معنا عطل. طبعا هو واحد من كيسه يتعلم، في مثل يقول واحد من كيسه يتعلم. هذا العطل اشتغلت فيه طبعا من الصبح للمساء، 12 ساعه تصوروا متواصل اشتغلت فيها. طبعا في فاصل منشط، كان يعني كاسة قهوه كذا على المهم، ولا يعني ما تركت هالسخانة الا تشوف ايش هالعطل. هذا الاي واحد غيرت الفايبر، بفرجيكم اياه. هذا الفايبر، طبعا انا عادة الفايبر او اي سي مباشرة اركب له قاعدة. اولا انا ارتاح واريح بعدي، يعني اذا راح ل عم تصلح تاني على الاقل واحد يغير. هذا اول خطوة. طبعا الخطوة الثانية، شوفوا هذا الجكة كمان اعطيناه السيليكون وزبطناها كمان الجكة. غيرت طبعا، كان بدايته اول قبل ما يطلع الاي واحد كان العطل صامت، يعني بالمرة ما مثل ما يقولوا لا صوت ولا صورة. كان الفيوز طبعا هلا من تحت حطينا الفيوز كان مضروب. بعد ما غيرنا اشتغل يعني طبعا وطلع معنا الاي واحد، غيرت كل شيء. ايش ما ايش تتوقع غيرت، ما عدا طبعا المقاومات. غيرت الترانسفورات القيادة ال 8050 و 8550. طبعا غيرت المكثفات، وطبعا كمان طلع الاي واحد رجعت المكثفات الاولية، يعني مو انه مو فحصتهم كمان للتأكد. الملف حطيت ملف تاني جربت ما مشي، طلع الاي واحد. الديودات غيرتهم كلها وما تموا الديودات الجدد، يعني طبعا ما والله نغيرون. المكثفات الميد ميكرو كلها غيرتهم، هدول المكثفات الميد ميكرو كلها غيرتهم. المكثفات 4.7 غيرته، هذا الواحد ميكرو غيرته، هذا الواحد ميكرو مكثف واحد ميكرو. إيه ما في شغلة ما غيرنا. المقاومة غيرتها، حطيت مقاومة تانية وعيرتها على 270 أوم، نفس الشيء ما تغير شيء. المهم واحد تصور يعني من كتر هاي حتى وصلت لدرجة إنه هذا الجك تبع الملف فلت واحد منهم. هذا بقى ألمنيوم ما ينلحم كمان. طبعا بواسطة البنسة ودول بعد ما طبعا شلنا العازل الورنيش منه، وبهيك طريقة هذا البرشيم مشي حال والله. وطبعا الزينر كمان غيرتهم، الزينر والديود البلوري غيرته، ولسه على الاي واحد لا حياة لمن تنادي. المهم اخر شيء، وانا اليوم صبحيات اجيت مليت منها، بس انا اريد يعني اعرف ايش يعني بعد. يعني اول مصلح يعني الا في شغله المصلح اذا مو باله طويل وصبر ما يصل النتائج اصلا. شوفوا ايش شفت. طبعا النبضة جاهزة، يعني هلا فحصت شغلات هدول. الفولت هلا مثل على المكثف هذا
هذا المكثف 100 ميكرو الفولت مثلا، والله ومثلا التغذية مثلا لازم يكون مثلا 17.6، يعني مو مثلا 18 او اكثر، يعني اقل من 18، المهم ما علينا، يعني كان عم يطلع 18.2. يعني تصوروا دققت فيه، قمت ايش سويت؟ حطيت مقاومة هون، في هاي مقاومة 51 اوم هون، هاي في مقاومة هون 51 اوم، سويتها 100 اوم باعتبار على مسارة، سويتها 100 اوم نزل الفولت يعني، بس كمان نفس الشيء اي واحد. قمت رجعتها كمان مرة ثانية، المهم هذا كمان خلصنا منه. اخر شيء شوفوا ايش شفت، يعني في شغلات ولو كم مرة فحصتها وكم مرة بالمكبرة، و يا سبحان الله مرات يطلع لنا آطال لا يخطر على بالي بشر. شوفوا هلا بدي افرجيكم اياه، تشوفوا هل 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 الشخط هذا الخط، شوفوا بالمكبرة مشان تعرف، شوف شلون خط، شلون هذا انقطع، ضربة تورنفيس على قولة عادل إمام، ضربة مطوة، شوفوا طلع مقطوع. طبعا صار افحص قطعة قطعة طلع مقطوع. هلا بنوصله، طبعا انا فرجيتكم اياه، يعني انا وصلته وجربته يعني طبعا، بس انا فرجيتكم اياه على الفيديو يعني انه هلا عطل. هذا اللي صار معي، طبعا هذا العطل وين رايح؟ هالقطع وهاللبكة كلها شوفوا وين رايح. هاي رسمت لكم اياه، هذا الاي سي، شوفوا الرجل تسعة جاي منه وجاي القطع، وهالقطع جاي لوين؟ 825 كيلو مقاومة، وجاي كمان من المقاومة 820 كيلو بيتفرع لمقاومتين 330 كيلو و 820 كيلو، ومن هون نفسه هذا بيجي القطع بيجي على 820 كيلو وبيجي على 20 كيلو. شوفوا اللبكة، عم تشوفوا عم تلاحظوا ما هيك؟ يعني انا رسمت لكم اياه وسهلت لكم اياه. هلا طبعا سويت وصله، الوصله شوفوا الوصله باعتبار تكون فوق اللحامات، حطيت عازل معكروني جيم يعني حطيت، وبدي الحمها مكان هالفصل، هذا مكان الفصل، مثل ما قلت لكم واحد من كيسه يتعلم، بس اهم شيء واحد يصل للنتيجة. طبعا مشان الشباب خاصة هاي المجموعة تبع الطباخ الليزري، الله يجزي الشباب كل خير ان شاء الله، بقى باذن الله هن يبعثوا معلومات، نساعد بعض يعني، تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، عم نتعاون مع بعض إن شاء الله يعني، صحيح كل واحد من كل بلد من كل، بس إن شاء الله واحد يستفاد، وهذا علم يعني، هلا كل واحد يتفرج على الفيديو إن شاء الله يستفاد منه بإذن الله. هلا لحمت هالوصلة وهلا إن شاء الله تنجرب يا بسم الله. طبعا شوفوا الجاكي كمان، شوفوا طلع شلون تيت سيليكون كانت مقطوعة ولحمته، مش ما بقى من كتر جربنا فك وركب فك وركب بيصير معنا هيك شغلات. هلا هلا يا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هو الأول وهو الآخر، شوفوا مقياس الأمبير عم يسحب 5 أمبير، شوفوا هلا طفيناه طلعوا المقياس الأمبير صفر، ما هيك المروحة طبعا تم شغالة إلى بعد فترة، بس شوفوا هلا صفر
شغلنا اشتغل نظامي والحمد لله رب العالمين. هلا هاد عطل من اعطال الاي واحد، يعني الاي واحد يعني فيه كمان اعطال كثيره، بس واحد مع مرور الزمن ان شاء الله بيطلع معنا اعطال، يعني يبين معنا شغلات كثيره، بس واحد ايش يثابر يتابع يشتغل ينتج. هلا باذن الله صار حار، طبعا انتوا عم تشوفوا الامبير يعني عم يسخن طبعا، وان شاء الله استفدتوا من هالعطل، وباذن الله ايش عطل يصير معنا نحن ما نخبي احدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.